كتب أبياتا وهو يحتضر يعني على فراش الموت، قال: إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المني والجي مجرما، فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، فما زلت منانا علي ومنعما تجود وتعفو منة وتكرما، فلله در العارف الندب، إنه تفيض لفرط الوجد أجفانه دما، يقيم إذا ما الليل مد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأتما. إلى أن قال: حوالي فضل الله من كل جانب، ونور من الرحمن يفترش السماء، أساما له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدم.